أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة جديدة من صباح العربية. صباح الخير عادل. أهلا، صباح النور. صباحك سعيد. صباحك أسعد. طبتم وطابت أوقاتكم، دائما لا تدعوا القلق والحزن عنوان يومكم، واستمتعوا معنا بصباح العربية. يومين والطيب الجروح كلها دمع على خدي وتروح. الفنان السعودي طلال سلامة يعود بعد طول غياب بألبوم كلها يومين، ويتحدث عن جديد صباح العربية. بعد أن حصرتهم كورونا، فرنسا تطلق قناة تلفزيونية خاصة للمغنيين والممثلين لعرض أعمالهم في ظل الإغلاق. شابة مصرية لم يمنعها ضعف سمعها من أن تلاحق حلمها لتصبح ممثلة وتقدم أعمالها على خشبة المسرح. ونتابع أيضا ضمن صباح العربية اليوم، سكان الأحساء السعودية ينعشون زراعة الجزر الأحمر الذي بات من الخضروات النادرة بعد أن كان من أشهر محاصيل المحافظة. العلاج المبكر لها يخفف تأثيراتها السكتة الدماغية، وأبرز طرق علاجها في فقرتنا الطبية. من عالم الفنون التشكيلية، لوحات عصرية مستلهمة من جمال الأحرف العربية بريشة سورية. راسلونا على هاشتاج البرنامج صباح اندرسكور العربية، وسؤال التفاعل حلقة اليوم: ما هو حلم الطفولة الذي لا تزال تتمنى تحقيقه؟ شاركونا الإجابات والصور على حسابات صباح العربية على تويتر وإنستغرام وفيسبوك. قبل لا نبلش بالأخبار، ما قلتي لنا حلم الطفولة؟ في أحلام كتير. لا إله إلا. أول حلم كان نفسي أكون لاعبة جمباز. الحمد لله. من غير ضحك، بس حابة يعني أنا أكون رياضية. يمكن أنا بحاول أنمي الموضوع ده في بنتي قبل كورونا. ولا بعد فيه. هذا يعني الحلم. كان كنت حابة أكون يعني رياضية. اللي من الممكن تحقيقه. كل شيء جايز، ممكن أحققه على 70 أو 80 عادي. تلعب جمباز؟ ما شفتش أبطال كتير معانا في قصص كتيرة في صباح العربية؟ ما فيش مستحيل يا عادل. يلا إلى تغريداتكم. ما هو حلم الطفولة الذي لا تزال تتمنى تحقيقه؟ شاركونا بالإجابات والصور دائما على آت صباح العربية. إني ألف العالم وأتعلم أكثر من لغة. تمنيت إني ما كبرت ونرجع أطفال أكبر من ألعاب. تقول فيروز هن كبروا ونحن بقينا صغار. طيب، صباح الأحلام الجميلة، أتمنى أسوي رحلات خارجية وأسافر أنحاء العالم وأتعرف على ثقافات الآخرين وطريقة حياتهم عن قرب. شكرا يا طلال. أن أصبح معلمة. يسعد صباحك يا شيخة.
حلمي أن أترك بصمة في هذا العالم وألا أكون مجرد عابر سبيل في الحياة. طيب صباح الخير صباح العربية، شكرا لك، كنت أتمنى أن أكون لاعب كرة قدم محترف شلون ميسي بس ما رحمت يعني ما ركبت أو ما صارت أو إيه ما رحمت. شوف الأحلام، حتى الأحلام حلوة يعني. قالك الريال ما صار. عايز يكون زي ميسي. زي مين؟ ميسي. أمس ماخذين 4. مش مهم. يسعد صباحكم أن أعمل دار أيتام وذوي الاحتياجات الخاصة. اللهم أمري في تحقيق هذا يا رب. اللهم آمين. كنت أحلم أن أكون طبيبا لكن ما تحققت هذه الأمنية وتنازلت عنها حاليا. أن أكون إعلامياً ومتخصصاً في تقديم البرامج السياسية على سبيل المثال الذاكرة السياسية، وحكيم وضيفي حكيم الأمة السودانية السيد صادق المهدي رحمه الله. زميلنا طاهر بركة يقوم عنك بهذه المهمة أخي علي البشير. كنت أتمنى أن أكون لاعب كرة قدم من كثر ما كنت ألعب كرة. ممكن ده كان حلم كثير من الشباب. كنت هم كانوا يلعبوا. والله شوفي انا وصلت منتخب بس كبرت دماغي. ليه؟ غلطان. جايبه همها. غلطان دي جايبه همها جدا. ايه خداني الفن. طيب كان حلم الطفوله ان اصبح كابتن طيار ربي يحفظك. الفن بكل فن ايه؟ بتغني وانا ما اعرف. الصعود للقمر والسياحه للمالديف. طب سياحة المالديف ممكن، القمر شوية اي على فكرة ترى المالديف تسمح للسياح. أيوة. يعني وبالتالي عندهم حظر تجوال وتجديد وهذا، بس السياح يستطيعون لأنه بجزر. والصعود للقمر عندك تفاصيل؟ وصلى والمريخ الحين. أيوة. القمر شنو؟ يبقى أسهل. أن أصبح روائي وأفوز بجائزة نوبل. صباح الخير والمحبة، كنت أتمنى أن أكون لاعب. لا هذه قريناها طالما فيها ميسي قرأنا خلص صراحة. ترى والله خسرانين 4-1 عادي أمس. خلي عندك روح رياضية يعني. خسرانين 4-1 عادي، حتى ما هو طبيعي اللعب فيه خسارة ومكسب. والله يعني ماني متخصص بالشأن الرياضي، بس ميسي يجب أن يعتزل لأنه قاعد. ولا ريال مدريد؟ الاثنين. حلمي أزيد على الدنيا شيء. أحمد الحامد حياك الله يا أحمد. طيب. أن نعيش في المدينة الفاضلة، كانت أمي تحكي لي عنها في الحواديت، ما فيش غش كذب نفاق وكل الناس تحب بعضها. من وحي الحروف العربية تستلهم التشكيلية السورية هيلين العباس أعمالها، إذ تعتبر أو تعتبر الحرف وسيلتها للتعبير ولفت النظر باتجاه جماليات لغتنا، فتقوم بتطويعها وتشكيلها بسهولة وتقديمها بصورة عصرية. للمزيد تنضم إلينا هنا في الاستديو الفنانة التشكيلية السورية هيلين العباس. أهلا بك. صباح الخير. أهلا يا هلا. الجو بالاستديو بارد ماشي الحال. والله يسامح اللي شار علي اني البس شتوي. عم اقول لكم انتم مشتتين كثير. الله ينتقم منه. لازم بكلامك غير. طيب هل خلينا نتكلم بانه اليوم الحرف في 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 اللغه هناك حرف وهناك جرس الحرف اللي هو موسيقى الحرف، لكن فن الحرف وتطويعه بانه يكون لوحه كامله لماذا؟ بصراحة هو الحرف العربي يمكن كتير يتفاجئوا انه هو كتير مطوع، كتير تشكيلي بشكل كتير كبير، يعني يمكن انه يمتلك اللوحة كلها. يعني انا عندي لوحاتي اغلبها هي بس عبارة عن حرف كبير، احيانا بيكون مفترش اللوحة كلها. الحرف العربي هو قمة التجريد طبعا، بالمزج مع الالوان والطبقات الحروف خلف بعضها، اتصالها ببعضها، علاقاتها ببعضها، تعطيها شكل هندسي، تعطي شكل تجريدي هندسي حسي جميل. انا بالنسبه لي الحرف هو قمه التجريد وقمه هناك من يتساءل ما الفن في الحرف؟ يعني حرف الحاء وهناك خطوط معروفه، لكن الفن اين يكمن؟ يمكن بالنسبه لكثير عالم الحرف هو الكلمه اللي بتنحكى، اللغه
التواصل، بس بالنسبة يمكن للفنان هو الخطوط المرسومة فيه، الانحناءات، الطريقة اللي التواصل مع بعض، الانحناءات المتكاملة، كل الأحرف بتلاقيها بتكمل بعضها انحناءات. ممكن يصعب على بعض الأشخاص هنا أنه يفهموا يعني الفن التشكيلي، يمكن يميل إلى التخصص أكثر حتى نستوعب الفكرة أو الرسالة اللي بيحاول أنه الفنان يوجهها لجمهوره. بس خليني أفهم منك، يمكن معظم لوحاتك تعتمد على الخلفيات الملونة والأحرف، هل هذا له دلالة؟ هل له رمز معين أو رمزية معينة عايزة توصليها من خلالها؟ نحن لغتنا بصراحة عم تنظلم، يعني اللغة العربية بشكل عام، الحرف أو اللغة كتعامل هي عم تنظلم هلأ، خاصة بين الأجيال الجديدة. فأنا هذا الشيء لفت نظري كتير، أنه لازم نوجه الناس تنتبه لموضوع اللغة. أنت لغتك أحيانا عم تخجل أنك تتواصل فيها مع الناس بشكل عام. عم ناخذ غطاء الحضارة الغربية، هي مثل بناء جامع لنا كلياتنا بسبب الاختلاط، بسبب التعامل مع ناس متعددة الجنسيات. فهذا الشيء عم بيخلي لغتنا شوي هيك مهمشة. فأنا كان الهدف من استعمال الحرف هو توصيل اللغة أو لغتنا، حرفنا، تراثنا، حضارتنا اللي هو نشأ منها للأجيال القادمة، بس بطريقة طبعا حديثة، بطريقة تجريدية، عن طريق الألوان. ليه طريقة تجريدية تحديدا؟ يعني يكتبون معرفة لأنه مختلفة من المدارس الفنية، في ناس بتميل لمدارس معينة أو بتعمل خلط ومزج ما بين مدرسة وأخرى. التجريدية بالذات ما هو اهتمامك بها؟ التجريد هو قمة التعبير، يعني حتى بيكاسو في له مقولة مشهورة بيقول أنه أنا كل ما حاولت أن أصل إلى نهاية التجريد أجد الخط العربي أو الحرف العربي قد سبقني إليها. فهذا الشيء يعني بيبين قدين إحنا لغتنا العربية وخطنا تحديدا كعنصر زخرفي، خلينا نقول فنيا عنصر زخرفي، ما ناخده بمعاني العاطفية اللي ممكن قدين لغتنا هي لغة شاملة لكتير، يعني قوية جدا اللغة العربية بالمعاني والعواطف اللي فيها. يعني حتى في مهنتنا هناك حروف المد واللين، هناك مثلا حرف الحاء، حلاوة وحب، هذا يعطي بعدا آخر للكلمة حين نطقه. مزبوط. خليني أشوف مثلا اللوحة هذه، ما هو الحرف؟ الحرف هو كل اللوحة، بهي اللوحة بصراحة هو اللي عاطي التشكيل كله، الأبعاد كلياتها هي بالحروف. أنت إذا ملاحظ ألوان ما في، هو الأبيض والأسود وبعض التدرجات. هل حرف عين أو ياء؟ مش يعني مش قادرة أحكم. هو أنا بأخذ الحرف بتجريديته، يعني أنا خرجت حتى عن قواعد الحرف العربي، مع احترامي الشديد للغة العربية وقواعدها، ولكن أنت يوم بدك تدخل بالفن بالإحساس أنت بدك تكون شوي خارج كل الأطر التقليدية. يجوز لكم ما لا يجوز طبعاً. لكن خليني أفهم أكثر من، يعني إحنا عندنا لوحات ثانية، لكن هذه اللوحة ما المعني بها بالحرف؟ سوادية أو سواد اللون على بياض الصورة ماذا يعطي بعدا آخر؟ بصراحة أنا هاي الكوليكشن هاي تعطي قوة الحرف. أنت لاحظ أنه اللوحة كلها هي حرف واحد، فهو قوة الحرف وقوة جماليته وقديه هو عن جد مطواع، حتى لو ما اتبعت قواعده، حتى لو قلبتيه، حتى لو أنا بالعادي ما بتعامل مع الحرف بقواعده. أنا بقلبهم بشقلبهم بحطهم مع بعض، مثل يعني أنا بسرح مع موضوع الحرف. أصلا نحن لغتنا هي اللغة تقريبا من اللغات البسيطة اللي هي لا تكتب إلا متصلة، فهي الحروف على طول في علاقة بينها. طيب هيلا، لأنه وقتنا بيخلص، بس شايفين التابلو أو اللوحة الموجودة على الشاشة، يعني خلينا نتكلم عنها والألوان اللي ركزتي عليها، ما أبرز أهم الأشياء اللي حبيت تسلطي الضوء عليها؟ هذه لوحة أسماء الله الحسنى، هي لوحة كتير أخذت شهرة لأنه طبعا لمعناتها الديني والمعنوي، هي اللون الأسود والذهبي والحمار اللي القليل اللي فيها، الألوان الترابية، هي بتعكس تراثنا نحن كمنطقة عربية، الألوان الترابية، الألوان الحميمية، الألوان الحارة اللي فيها مدخل التاتش الذهبي.
اللي بيعطي الفخامه لهي الحضاره. عظيم، حسيت الصوره تتكلم. طيب اللوحه اللي جنب، يعني انا قاعد اشوف بهذه اللوحه هناك ربما تموج للالوان وتناسق مع حتى مع الكلمات، لكن باختصار ماذا عن اللوحه الثانيه؟ اللوحة الثانية هي من كوليكشن موزايك، وكوليكشن موزايك هو كان عبارة عن تعبير عن الشخص العربي بشكل عام، العرب وتواصلهم مع بعض. هي عبارة عن مربعات مثل الموزايك اللي هو من صميم حضارتنا نحن وتراثنا الفني، هو الموزايك تربط بين الأحرف اللي هي اللغة، تربط بين كل الوطن العربي. هي يعني هي من الشغلات الأهم، شيء جامع بين العرب هي اللغة. في طبعا كل الدول لها طبيعة مختلفة، أشخاص مختلفين حتى بطريقة الحديث، ولكن اللغة العربية الفصحى تجمع الجميع. شكرا جزيلا لهيلن العباس الفنانة التشكيلية السورية، يعطيك العافية. شكرا كثير، شكرا كثير. الاستديو بارد، انا سعيدة بالاستضافة. شكرا. فنانة مصرية بمواهب خاصة، اكتشف الأطباء خللا في أحد حواسها قبل أن تتم السنة من عمرها. هاجر جمال قصة فتاة مصرية لا تعرف المستحيل، نتابع. فنانة مصرية تقضي معظم وقتها في الغناء والتمثيل على مقطوعات موسيقية ومسرحيات لا تسمعها لكنها أتقنتها. هاجر البالغة من العمر 26 عاما، طالبة مسرح ومعروفة في الوسط الفني باسم مادونا. بعد 6 أشهر فقط من ولادتها اكتشف الأطباء أن هاجر تعاني من ضعف السمع، لكن مستقبلها كان يخبئ الكثير. هاجر وقعت في حب التمثيل وأرادت المشاركة في هذا المجال على الرغم من إصابتها بضعف السمع، لأنها تفهم ما يسمعه المشاهدون كما تقول. منذ صغرها كانت تحب التمثيل، وبمساعدة والدتها ومساعديها ودورات النطق تقدم الآن مسرحيات في مسرح محلي. هي وهي صغيرة خالص وهي عندها 2 سنين تقريبا، كان التلفزيون المصري بياخدها بتعمل حلقات فيه، عامل حوالي 98 حلقة تقريبا وهي عندها 2.5 سنين كده. هاجر جمال وغيرها الكثيرات دليل على أن سقف الطموح لا حدود له مهما بلغت المعوقات في الحياة لتحقيق أحلامنا. كرم حناوي، العربية. حياكم الله. السكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة تحدث نتيجة خلل في إمدادات الدم إلى الدماغ، ما يمنعه من الحصول على الأكسجين والغذاء، فتبدأ خلايا الدماغ بالموت خلال دقائق. العلاج الفوري لهذه الحالة أمر بالغ الأهمية في التقليل من تلف الدماغ. المضاعفات الأخرى أيضا، فما أسبابها وأعراضها وطرق علاجها؟ ونقصد هنا السكتة الدماغية. للمزيد تنضم إلينا من جدة دكتورة بيان علي، استشارية المخ والأعصاب والصرع. أهلا بك معنا من جديد في صباح العربية. ويمكن عند سماع السكتة الدماغية، هذا مصطلح يخيف الناس عند سماعه، فخلينا نفهم منك يعني مدى خطورة هذا الوضع، ومتى يتوقف الدم أو تدفق الدم إلى أجزاء من الدماغ؟ صباح النور وأهلا بكم وشكرا على استضافتكم طبعا لي للمرة الثالثة. صباح السعادة والصحة الكاملة. بالنسبة لموضوع
تسلم، شكرا. بالنسبة لموضوع السكتة الدماغية، طبعا مهم جدا نعرف إيش الأعراض ومتى الشخص لازم يتوجه للرعاية الطبية. فالأعراض عندنا باختصار شديد هي إذا الشخص فجأة شعر بعدم اتزان في الحركة، ترنح، ضعف في جزء من الجسم أو تنميل، خاصة لما يكون هذا الضعف والتنميل جاي في نص الجسم تحديدا. إذا حدث ضعف في الوجه وما يلان عند زاوية الفم، كل هذه الأعراض تخلي المصاب يتوجه للطوارئ عشان نتأكد إذا في عندنا فعلا سكتة دماغية أو لا. جدير بالذكر كمان أنه إحنا لازم نعرف أنه السكتات الدماغية عندنا منها الإقفارية اللي زي ما ذكرتوا أنه عندنا يتوقف تدفق الدم للدماغ، وبالتالي تبدأ الخلايا بالموت، ومنها طبعا اللي تكون نتيجة ناتجة عن نزف في داخل خلايا الدماغ. فطبعا لها نوعين، لكن الغالبية طبعا زي ما ذكرتوا هي الإقفارية. طيب خلينا نتكلم بأنه الإنسان حينما يصاب بهذه السكتة الدماغية هل يستطيع فعل شيء لتدارك الأمر؟ اللي حوالينا ماذا يجب أن يفعلوا أيضا؟ تمام. أي إذا اللي حوالينا لاحظوا مثلا عندنا ضعف، لعثمة في الكلام، ثقل باللسان، أي من هذه الأعراض، أيوة لا مهم جدا زي ما قلت، إذا كان في ثقل في اللسان، تغير في الكلام، إذا الشخص يعني مو قادر يفهم حتى على الآخرين، كل هذه عندنا أسباب أساسية تخلي اللي حوالينا يأخذونا للطوارئ. علشان أهم حاجة عندنا أنه إحنا لازم ندرك تماما أنه في السكتات الدماغية الوقت عندي جدا عامل مهم، لأنه إذا المصاب مثلا وصل لنا خلال 3 لـ4 ساعات ونصف، فعندنا إجراء أنه إحنا نعطي مذيبات الجلطة يكون لسه موجود، وهذه هي اللي نسميها إحنا الوندو حقتنا، اللي هي المدة اللي إذا جاء خلالها الطوارئ وكان الفحص مناسب وما كان مثلا في عندنا أي أمر يخلينا ما نعطي مذيبات الجلطة، فإحنا بالتالي رح نعطيه هي. إيش ميزتها مذيبات الجلطة؟ إنه خلال فترة جدا قصيرة، يعني ممكن حتى خلال وجوده معانا في المستشفى نلحظ تحسن في أعراضه بالكثير مدة شهور، يعني نقول مثلا 2 شهور 3 شهور المصاب يرجع بإذن الله في الغالب لنفس الفعالية حقته ما قبل الجلطة. كم المدة هذه مالت النافذة اللي يجب أن يذهب فيها الشخص إلى الطوارئ؟ احنا نقول طبعا يذهب من اول ما تبدا الاعراض، لكن المده هي والويندو حقتنا من 3 لـ4 ساعات ونصف. ممتاز. طيب دكتوره، يعني لو تحدثنا عن العوامل والاسباب التي قد تساهم في ظهور هذه المشكله، يعني اكيد مش فجاه ممكن تحصل، اكيد في اسباب وامراض ممكن تسبب هذه السكته الدماغيه. تمام. عندنا عوامل الخطورة طبعا أساسية ورئيسية في هذه الحالات، خاصة ارتفاع ضغط الدماغ، تصلب الشرايين، أمراض القلب، السكري، البدانة، التدخين، حتى كل هذه عوامل خطورة. لازم أنه المصابين بهذه الأمراض المزمنة يتأكدوا دائما أنه هم بيستخدموا علاجاتهم بصورة جيدة، منتظمين عليها، يراجعوا دائما مع الأطباء حقونهم، عشان ما نوصل لمراحل والله مثلا أنه الضغط خلاص صار عالي لفترات طويلة والمصاب خلاص ما عاد ممكن يشعر بأعراض، وممكن لا قدر الله فجأة يجينا بسكتة دماغية. الحبوب منع الحمل قد تسبب هذه المشكلة أيضا، يعني هذه معلومة قرأتها وأحب أتأكد منها بالنسبة للنساء. صحيح صحيح كلامك. طبعا احنا الجلطات الدماغيه في عندنا منها اللي تكون تصيب الشرايين او تصيب الاورده، عاده حبوب منع الحمل تزيد احتماليه الاصابه بسكتات الدماغيه، خاصه اللي تكون وريديه. طيب هل انا يمكن بهذه النقطه، نقطه حبوب منع الحمل، على حسب العمر ولا ما له دخل العمر ايضا؟ عادة طبعا اللي بيستعملوا حبوب منع الحمل هم السيدات اللي في العمر اللي يكون مثلا في ممكن يحملوا، فخلال استخدامهم خاصة إذا تزامن استخدامهم لحبوب منع الحمل مع التدخين كذلك تزيد عندهم الاحتمالية بأنهم يصابوا. يعني في واحدة عمرها 18 وفي واحدة عمرها 40، في فرق سنوات ما لها علاقة؟ أكيد زيادة العمر ممكن تضيف. طيب. عندنا بعض الزيادة، لكن الأغلب هي أنه حبوب منع الحمل في حد ذاتها
وخاصة زي ما قلت إذا تزامنت مع التدخين. طيب احنا بس عشان لا نخوف الناس دكتورة، لكن أيضا السكتات الدماغية هل تأتي وراء بعض ولا هي سكتة واحدة وانتهينا؟ الأمر الآخر، هناك من يهمل بعد العلاج العلاج الطبيعي، يقال بأن العلاج الطبيعي قد يقلل من آثارها، ماذا تنصحين؟ تمام ممتاز. أولا احنا أبدا مو الهدف التخويف، لكن الهدف هو التوعية. طبعا زي ما كلنا الآن يعني نعيش هذه الفترة من الكوفيد 19 أو الكورونا، فالمرضى عادة بيتجنبوا أنهم يروحوا المستشفى. اليوم رسالتنا لهم هي أنه إذا شعروا بهذه الأعراض ما يتأخروا ولا يعتقدوا أنه والله هذا مثلا عرض بسيط وخلاص حيروح، أو مثلا أدخل أنام عشان يعني يمكن أصحى تكون هذه الأعراض اختفت. إذا شعرت أنه أنت ما أنت طبيعي تروح المستشفى، الهدف بس أنه إحنا نقول لهم أنه في عندنا تدخل ممكن يجعلهم أفضل بإذن الله. هذا أمر. الأمر الثاني أنه أكيد أهمية العلاج الطبيعي ما يختلف عليها، لأنه طبعا تخلي تمنع تيبس الجزء مثلا المصاب، تخلي المريض يرجع لفعاليته بصورة أسرع بفعالية ممتازة من غير ما يكون في عندنا بعد كده مشاكل. طب دكتور في نقطة أود الاستفسار عنها، هي الأسبرين. يعني في ناس ينصحون أو أطباء ينصحون بأخذ الأسبرين في هذه الحالة لتمييع الدم، هل تفيد؟ على السريع دكتورة لأنه خلص وقتنا. تمام. على السريع، في بعض الحالات احنا طبعا نحب نبداهم على أسبرين، او احيانا حتى مثلا ممكن نبداهم على اكثر من دواء للسيولة. طيب نذهب الى أسئلة المشاهدين اذا تكرمتوا. ما هو افضل حل لعلاج الصداع النصفي دكتورة؟ علاجات الصداع النصفي سبق وذكرنا هي ممكن تكون عندنا علاجات دوائية أثناء حدوث الصداع، أو علاجات وقائية عشان تمنع تكرار هذا الصداع، وكذلك عندنا علاج البوتوكس يعتبر كمان من العلاجات اللي ممكن تستعمل في حالات الصداع النصفي أو الشقيقة. استفسار آخر دكتورة من المشاهدين، ما التصرف الواجب اتباعه في حالة إصابة المريض أو مريض الصرع بنوبة الصرع؟ زي ما دائما نذكر ونعيد ونكرر، أهم حاجة أنه الشخص يكون هادئ. إذا لقينا المصاب بيتشنج نبعده عن أي أشياء ممكن تأذي، نحاول نفك مثلا الأزارير حقته، نتأكد أنه هو في مكان آمن، نحطه على جنبه إلى أن تنتهي هذه التشنجات بإذن الله. عادة تستمر من دقيقة 3 دقائق وما تطول بإذن الله، فما يقلق الشخص. طيب ما أدري إذا كان في سؤال. نعم، هل التهاب السحايا الجرثومية عند الطفل مؤشر لوجود ورم بالدماغ دكتورة؟ المشكلة أنا بعد عندي سؤال بس بعد ماله ما في. طيب خليني إذا أسألك، يعني خليني إذا أسألك سؤالي. مرضى القلب اللي يأخذون مثلا برالينتا أو بلافكس إضافة إلى الأسبرين وغيره، هذيلا أيضا من الممكن أن يعني تأتيهم السكتة الدماغية؟ هم قاعد يأخذون يعني أدوية تسيل الدم. تمام. أمراض القلب عادة هي فعلا واحدة من عوامل الخطورة، لكن أهم حاجة عندنا استمرارهم مع العلاج عشان إن شاء الله ما تحدث عندهم هذه الجلطات. فمعنى مثلا إذا حتى يعني كان عندهم جلطة داخل القلب أو تجمع دموي ما يتسبب لهم في أنه تحدث جلطات في الدماغ. طيب شكرا جزيلا لك دكتورة بيان علي على كل هذه المعلومات، كنت معنا من جدة استشارية المخ والأعصاب والصرع. سامحينا نشفنا ريجي شوية أسئلة. شكرا جزيلا. شكرا. تشتهر محافظة الأحساء شرق السعودية بزراعة الجزر الأحمر الذي بات من الخضروات النادرة بعد أن كان قبل عشرات السنين من أشهر محاصيل المحافظة. الزميل عبد الرحمن العصيمي زار إحدى هذه المزارع في الأحساء ورصد لنا كل التفاصيل في هذه الزراعة. نتابع. يقضي أبو عيسى ساعات المساء في مزرعته برفقة أولاده وأحفاده لينقل لهم تفاصيل وتاريخ زراعة الجزر الأحمر الحسوي الذي بات عملة نادرة في مزارع محافظة الأحساء. كل ما عنده دراسة يلحق صنعة أبو جد، هذه هي بعد مهنة لصنعة أبو جد. هالزراعة ذي الحمد لله فيها خير، بس إنها مكلفة شوي لكنها فيها خير متباركة.
واحنا هذا اقول لك من جد بعد جد تبعنا اهلنا وجدودنا وعيالنا مثلاتنا احفادنا هذا اللي تشوف. دراسات علمية تقول إن الجزر الأحمر الحساوي يعد مصدراً للفيتامينات ويساعد على نمو الخلايا، كما يعتبر مصدراً لتجدد العوامل الوراثية ومقاوماً للأمراض السرطانية. كان أول قبل كورونا كان والله يجونا من الخليج، من الكويت، من قطر، من البحرين، دائماً يجونا عندنا ويجونا للمزرعة ويأخذون عليه إقبال كثير يعني، وفي الأكل، نوعية الأكل يعني ما بيتشن والله إني أنا ما ببالغ والله أحسن من الفضل. يواجه الجزر الأحمر الحساوي خطر الانقراض نظراً لندرة زراعته وتكلفة إنتاجه العالية وتراجع عدد منتجيه. مراحل عدة يمر بها الجزر الأحمر قبل الوصول إلى الأسواق، بدءاً من الزراعة ثم الحصاد وصولاً إلى غسله وإرساله للأسواق في موسمه الذي يبدأ في الشتاء. عبد الرحمن العصيمي من محافظة الأحساء العربية. الله الله الله، نبي نعرف أكثر، نبي نعرف أكثر ونفهم أكثر عن المحاصيل النادرة في السعودية. شنو هالمحاصيل والمزارع؟ والحين نروح إلى مزرعة نشوف هذا المزارع اللي موجود في البطالية البطالية، قرية البطالية الزراعية في الأحساء. وأهم شيء شرينبت سالم، سالم الراجح، صبحك الله بالخير. صباح الخير يا راجح. اليوم صاير مزارع ولا مالك مالك فيها؟ احنا نحاول نتشبه بشيء من لبس المزارعين يعني، ولا الحرفة صعبة علينا؟ اي لا لا، تواجد في احد المزارع الموجودة الموجودة في واحة الأحساء، هذه الواحة المسجلة في اليونسكو في موسوعة جينيس. نريد ان نلتقي ببعض المزارعين المتواجدين في هذه المزرعة. معنا المشرف على هذه المزرعة أبو محمد. مرحبا أبو محمد، صباح الخير. حياك الله. نبي نعرف وش أبرز المحاصيل الموجودة بهذه المزرعة. إلا أنا أزرع أزرع الله يطول عمرك الحلوة دي. اليانسون هذا اليانسون. اليانسون، وأزرع الطماطة، وأزرع يطول عمرك التوت، أزرع الكسبرة، أزرع ترنج هذا من نشه ترنج، أزرع البوبر، أزرع البمبر. الله. أي شيء حساوي ينفع الناس أزرعه. كيف تقدر تجمع كل المحاصيل بمكان واحد يعني؟ أجمعه لأن خلاص الحين الأرض هذه الجوارية زين، نحط فيها بصل، الشطيب نحط فيه حلوة، نجمع واللي ينوع ما يخسر. في شيء الحين ينباع، شيء ما ينباع يظل عندك، يجي يقولون كل ساقط للاقط. الوقت هذا من السنة وش أبرز المحاصيل اللي تزرعونه؟ نزرع الحين الوقت حلوة، ونزرع بوم يا حساوي، نزرع طال عمرك خيار حساوي، طماطة، أي شيء في عقلك نزرعه احنا في هالمزرعة. عاد يا سالم البامية الحساوي تختلف، بس البمبر وين البمبر؟ ماكو الحين، ما حد يشوف بمبر. هذه منادرة. البمبر وينه؟ بمبر شفه؟ شفه ديك الكبيرة. نادر النوع هذا، نادر وغافلين عن الناس. أيوة. ما يزرعونه، لكن أنا أنصح بزراعته لأنه ينفع الناس. في سوق عليه يعني، في ناس كثير يأخذونه. احنا نوديه في موسم رطب ويارطب يأخذونه يمشي، ما في شيء يزرع الفلاح ويضل عنده، لكنه يعني رخيص بس ينفع. يقولون شعره وشعره تصير لحية. أقول هذه كلها بجنب بعض يعني مكان صغير. يقول وفي الأرض قطعا متجاورات، دي يم دي، كل أرض يم أرض، شطيب يم شطيب، سبحان الله عانك يا ربي. وقال الله جل جلاله يسقى بماء واحد ونفضل بعضه على بعض الأكل. مثقف يا أبو محمد، مزارع مزرعة بلا ثقافة ترك المزارع. سالم، ثقافة وفن لازم الفن. بس لو تسألوا يعني حابين نفهم منه أكثر، ما الذي اختلف خلال السنوات الماضية ليك الجزر الأحمر كان متوفر بوفرة والآن أصبح نادرا ويعني تكلفته عالية في زراعته؟ نوجه سؤالك مروة لأبو حيدر. مرحبا أبو حيدر. إياك الله. تسأل زميلتنا مروة عن الجزر الأحمر. نعم. إنه بالسنوات الأخيرة بدأ يقل إنتاجه بالأحساء. نعم. وش الأسباب؟ لا، احتمال يصير الماء قليل أو تغير الجو الطقس فيأثر عليه. أول كانت الأحساء مياهها كثيرة وكل رطوبة موجودة،
الآن صار ماي قليل في بعض المناطق وبعضهم ما يستخدمه، عادوا إلى الأجنبي اللي يجي من خارج البلاد. إذا تكلمنا عن الزراعة بالأحساء كثقافة يعني تتورثونها، أعتقد كثير حتى الآن من الشباب في توجه للزراعة، إضافة إلى أن كموروث هذه تمتد الآلاف السنين. نعم نعم، الأحساء مشهورة بالزراعة، وإحنا توارثنا عن الآباء والأجداد أبن عن جد حتى وصلت لنا، وورثنا منهم التعامل، كيف نتعامل مع الزراعة والبسار، أو ننقلها إلى أولادنا بحيث أنها تنتقل الثقافة اللي كسبناها من الآباء. أنت كيف أبو حيدر كيف اكتسبت هذه الحرفة يعني مهنة الزراعة؟ كسبتها تعلمتها من الآباء والأعمام منذ الصغر، يعني من عمري 5 سنوات وأنا أطلع وياهم إلى المزارع وتعلمت منهم كيف أتعامل مع المزارع وكيف نسني وكيف نحصد، وكسبت منهم هالعلوم ومن الآن ننقلها لأبنائنا إن شاء الله. يا سالم العافية أبو حيدر. يا سالم اليوم أنا خلا بس أقول لك هالشغلات إذا قدرت تذوقها، لأن اليوم ما في يعني البمبر قاعد أقول لك مو موجود، أنا أذكره لأني من جيل ما قبل الطيبين والطيبين، فهذه الأشياء اليوم من الصعوبة أن تلاقيها بالسوق، ما يعرفونها، الجيل الجديد ما يعرفها، بالتالي هذه الزراعات موجودة، وانت مثل ما قلت هذه واحة الأحساء اللي موجودة طبعا هي في اليونسكو، وتعال دبي وجيب لنا وياك، ترى ما نقول لا يعني ولا بيجي ولا بيجيب والله يا عادل البامبر حتى أنا ما أعرفه لا، لكن يطلع لازم نشوفه الحين بعد الهوى نشوفه البامبر وش بالضبط، لكن بنحاول نعرف عادل ومروى عن أبرز المحاصيل اللي باختصار تتميز بالأحسى، يعني المحاصيل اللي بشكل سريع وش المحاصيل اللي ممكن تتواجد بكثرة بالأحساء؟ تتواجد له عيش الحسا، الحلبة الحساوية، الجزر الحساوي، الحلوة واللي هو ينسون الحمضيات، الليمون والترنج والبوبي والسمسم الحساوي، كل هذه متوفرة على طول في عندنا في الحسا، يعني أي في المزارع الحسا. يعطيك ألف عافية. سالم يعطيك ألف عافية، يعني انتهى وقتنا وكنا نتمنى تكون معك أكثر ولكن للأسف انتهى الوقت، شكرا جزيلا لك. كيلو وين بامية وانت يا سالم كيلو وين بامية؟ أنا ينسون. أبشر ولا يهم. لا حبيبي تبشر بالسعد، شكرا جزيلا يا سالم الراجح، قواك الله. ماشي هقول حاضر هقول لي لايت دلوقتي. في طريقة للتعاطف مع الفنانين في فرنسا بسبب الأزمة الصحية والبطالة التي سببتها كورونا، قام اتحاد التلفزيونات الفرنسية بإطلاق قناة تلفزيونية تستضيف المغنيين وممثلي المسرح والسينما لعرض أعمالهم والحديث عن تجربتهم وما عانوا إبان الإغلاق العام في البلاد. الزميل ليث بزاري زار القناة التلفزيونية وأعد التقرير التالي، ايش طلع فيه نشوف. بسبب الأزمة الصحية في فرنسا توقفت الحياة المهنية للكثير من المغنيين والممثلين والمنتجين بسبب إغلاق صالات العرض والمسارح ودور السينما في البلاد إلى إشعار آخر، ما دفع إدارة اتحاد تلفزيونات فرنسا العامة إلى إطلاق قناة تلفزيونية خاصة لعرض ما يقدم حرفيو هذا العالم من أعمال كالتمثيل والغناء والرقص وقص الروايات المسرحية. قناة عملوا على تأسيسها بأقل من أسبوعين وانطلاقها على الهواء مباشرة الأسبوع الفائت. قابلت الكثير من الفرنسيين الذين أحبطوا بسبب الأزمة الصحية وابتعادهم عن فنانهم المفضلين والحفلات الحية. في فرنسا نحاول دائما أن نقنع الفنانين بأنهم ليسوا مهمين في حياتنا اليومية، وهذا مفهوم خاطئ. الكثير من الفنانين الفرنسيين أصيبوا باليأس بسبب الأزمة الصحية وعدم ممارستهم لفنهم بحرية، ما دفع منتجي هذه القناة التلفزيونية الشابة إلى الحرص على تقديم برامج ثقافية متنوعة تجمع بين الموسيقى والسينما والمسرح، لتصل أعمال هؤلاء الفنانين إلى العدد الأكبر من مشاهديها في فرنسا. وكنوع من الدعم الفني تقدم القناة فنانين شباباً كطريقة بالتعريف بما يقدمون من فن.
يأتي الفنانون إلى استديوهاتنا للحديث عن تجربتهم مع أزمة كورونا وما عاشوه أثناء منع التجول والحوائق المستمرة أمام المبدعين والفنانين. يأمل مؤسسو هذه القناة التلفزيونية الفريدة بأن ينتهي الإغلاق العام في فرنسا على الأقل في مجالي السينما والمسرح، كي يستطيع ممتحنو الفن السابع ممارسة مهنتهم بحرية، إذ كانت بعض المسرحيات التي عرضت على خشبات المسارح الفرنسية تدرس عالميا، وبعض أبطالها أصبحوا أيقونات على الشاشتين الكبيرة والصغيرة. ليث بزاري، العربية، باريس. للمزيد حول الموضوع ينضم إلينا من باريس الزميل ليث بزاري مراسل العربية. أهلا بك معنا، صباح الفل يا ليث. ويعني اليوم نتحدث عن إطلاق هذه القناة ولكن ليس العام الماضي، ما هو السبب مع أنه الحياة متوقفة فنيا منذ العام الماضي، يعني أثرت على الكثير من الفنانين؟ بوركوا؟ ليش؟ نعم، صباح الخير. بوركوا على رأي عادل، صباح الفل. خلينا نذكر بس، اسمحوا لي بسطر، ان اليوم 17 من شباط فبراير، يعني صدر العدد الاول من مجله نيوز ويك الاسبوعيه الامريكيه عام 1933، و30 سنه بعدها احتفل مايكل جوردن لاعب كره السله الامريكي بعيده الاول. هلا بدنا نرجع لهالموضوع الشيق، احنا طبعا بصباح العربيه بنهتم بالثقافه والفن، ولكن بوضع كورونا بنهتم الضعف، لانه بكل بساطة مروة، لأول مرة في تاريخ القنوات التلفزيونية يتمنى القائمين أو القائمون على محطة تلفزيونية أن يتوقف بثها بأسرع وقت ممكن، لأنها بكل بساطة موجودة لدعم وبث أعمال الفنانين الغير قادرين على ممارسة أعمالهم بسبب الأزمة الصحية والإغلاق في فرنسا. وهنا طبعا أتحدث عن هذه القناة كلتشر بوكس أو كلتشر بوكس، وإذا ترجمت حرفيا تعني صندوق الثقافة. خلينا نرجع شوي لورا، وتحديدا إلى 29 من أكتوبر من العام الماضي. هاد فيه بنرد على سؤالك مروة، عندما أعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إغلاق الأماكن الثقافية في فرنسا بسبب استمرار الأزمة الصحية. وهنا يعني بدأت أعين الفنانين تتفتح للكارثة التي قد تحل بهم بسبب عدم ممارستهم لحرفتهم لأشهر عدة، والكثير منهم أصيب بالإحباط خوفا من أن ينسى أو يصبح من الماضي ما يقدم هؤلاء من فنون، إن كانت مسرحية أو غنائية أو تمثيلية. وفي الوقت ذاته سمح رئيس الوزراء الفرنسي جون كاستكس بفتح المتاجر في فرنسا أمام المتسوقين، لكنه منعهم، طبعا منع المتسوقين من الذهاب إلى المسارح ودور السينما في بلد يعني مثل فرنسا تمثل الثقافة 4.4% من إجمالي الناتج المحلي الأوروبي، و7.6 مليون وظيفة، و643 مليون يورو في حجم المبيعات. وبعد قطاع، طبعا هذا القطاع قطاع الفن يعد واحد من أكثر القطاعات ديناميكية ليس فقط في فرنسا بل أيضا في أوروبا. وهنا تولت دلفين أغنوت، هي مديرة تلفزيونات فرنسا العامة، مبادرة إطلاق هذه القناة التي تهدف عادل إلى إعادة إحياء الفن بإقامة حفلات وتقديم برامج مختلفة، أبرزها طبعا برنامج شفناه بالتقرير كلتير بوكس شو الذي يقدمه كل من دافني بيركي ورافائيل يم إلى سيلفو بلاي ليث. بس خليني أنا أسأل بأنه اليوم يعني فرنسا مثل ما قلت الناتج 4.4 من الناتج الثقافي لأوروبا، قنوات كثيرة فرنسية، تيفي سانك، غيرها كثيرة. ما الجديد الذي تقدمه هذه القناة؟ وبالتالي يعني كيفية عملها، بأنه هل تروح للممثلين، هل هم يجون، ماذا يعني، اشرح لي أكثر إذا تكرم. اي والله الآلية على قولة أزني. نعم عادل، سؤال كثير وجيه. والقناة هي تبث على مدى 24 ساعة. القناة تقدم جميع أنواع الفن، إن كان الأوبرا والموسيقى، البالي، المسرح، الإبداع الحضري الكونتمبوران، والفكاهة كذلك، في مسرحيات كوميدية كذلك، والحفلات الموسيقية والكلاسيكية. وتتحدث القناة عن المتاحف، هذا شيء مهم، تاريخها وزياراتها، كيف الواحد بيقدر يزور متحف وهو قاعد ببيته عن طريق التلفزيون. كل يوم مساء تتطرق هذه المحطة التلفزيونية إلى موضوع فني، ويشاهد الفرنسيون عروض لم يسبق
أو لم يسبق لهم مشاهدتها على شاشات التلفزيون حسب ما أعلنت طبعا إدارة الهوائيات وبرامج الإذاعة والتلفزيون في فرنسا. كما ستقدم هذه القناة عروض تجمع بين البث الحي والمسجل مسبقا كبرنامج صندوق الثقافة الذي يبث بين يعني يبث الساعة السابعة مساء وبين الساعة السابعة والتاسعة مساء، وهذا وقت البرايم تايم طبعا في فرنسا، أي يعني بيكون الشخص يكون هناك أكبر عدد من المشاهدين أمام شاشات التلفاز. وأخيرا عادل ومروة تقدم هذه القناة الجديدة أفضل معرض للفنون، وذلك بدون أي دعاية، ما في دعايات على هذه القناة، بل سيكون تمويلها من قبل الرعاة الرسميون لكل برنامج. يعني حتى ما في اشتراك، في اشتراكات ولا ما في اشتراكات للقناة باختصار؟ في عائد لا مفتوحة للجميع طبعا. هو هلا أول مرة بنرجع بنقول نتمنى أنها توقف هالقناة. لا تستمر بس بشكل ثاني. في عائد مادي على الفنانين؟ استفسار أخير ليت. لا هو بدون عائد مادي، هو بس اكسبلوجر، هو مشان الشخص او المشاهدين يقدروا يتعرفوا على هالفنانين ويشوفوا اعمالهم حتى لا ينسوا هؤلاء الفنانين. ينسى هؤلاء. اوكي طيب، شكرا لليث بزاري مراسل العربيه، ميرسي، يعطيك العافيه. شكله حلم الطفوله كان تعلم اللغه الفرنسيه. تعلمت، كنت اتكلم فرنسي. واضح والله، بس عدم الممارسه. هم كلمتين ونص. لا والله كنت شاطر. والله انا والله. كمان كنت شاطره بس كتابه فرنسي مش نطقا. ليش؟ في فقره صور دوت كوم لليوم نستعرض لقطات لفنان يصنع اكوابا مميزه، كيف ذلك؟ نتعرف من خلال التقرير التالي. شهدت إحدى الكرة الإيرلندية ظاهرة طبيعية غريبة من نوعها بمنطقة ووترفورد إثر هبوب رياح شديدة على المنطقة. وبحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية، زبد البحر غمر شاطئ قرية بونماهن في جمهورية إيرلندا. ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يرصد المنطقة التي شهدت تلك الظاهرة الطبيعية الغريبة، مشيرة إلى أنها حدثت بعد أيام من هبوب رياح شديدة على تلك المنطقة. فيلم السرب المصري من نوع الأعمال الوطنية السينمائية حقق البرومو الخاص به أكثر من 4 ملايين مشاهدة في أقل من 48 ساعة على فيسبوك. الفيلم يضم كوكبة من نجوم الفن على رأسهم أحمد السقا وشريف منير، وتسبب البرومو في حالة من الالتفاف والإعجاب الشديد من قبل رواد السوشيال ميديا، متصدرا الترند في مصر على مواقع التواصل الاجتماعي. لا إله إلا الله رجالة، زي ما هتروحوا كلكم هترجعوا ان شاء الله كلكم. الثلوج تغطي مدينة هندرسون بولاية تكساس الأمريكية نتيجة موجة البرد التاريخية التي تجتاح البلاد منذ عدة أيام، مسببة بانقطاع الكهرباء على أكثر من 8 مليون شخص في تكساس، حيث انخفضت درجات الحرارة في مدينة هيوستن الرئيسية إلى 9 درجات مئوية، أي أقل بكثير من متوسط درجات الحرارة المنخفضة في فبراير.
أما النرويجيون الذين يولدون بزلاجات على أقدامهم كما يقول المثل في حالة من الحزن بسبب قلة الثلوج هذا العام. ما دفع السلطات إلى جلب الثلوج إلى وسط مدينة أوسلو، فعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية كانت الشاحنات الكبيرة تفرغ مئات الأمتار المكعبة من رقائق الثلج البيضاء في حدائق المدينة لتتحول إلى أرض العجائب الشتوية لعشاق التسلج. وفي أمستردام تم تحذير الناس من التزحلق على القنوات المتجمدة بالمدينة بعد سلسلة من الحوادث، إذ أظهرت مقاطع فيديو عدة أشخاص يتلقون المساعدة للوصول إلى ضفة القناة بعد غرقهم في المياه شديدة البرودة، وذلك بعد تشقق الصفائح الرقيقة. بعد عام على بدء الجائحة، باتت مشاهدة سيارات الأجرة الصفراء في شوارع نيويورك كنادرة ومستقبلها يبدو غامضا. هذه السيارات التي شكلت لعقود طويلة أحد رموز المدينة انخفض دخل سائقيها بنحو 80%، ناهيك عن المنافسة من تطبيقات طلب سيارات الأجرة. فاصل ونعود لما تبقى من صباح العربية. يغيب الفنان السعودي طلال سلامة، لكن دائما ما يعود بعد الغياب بعمل فني جميل يسعد محبي. مؤخرا فاجأ سلامة جمهوره بألبوم غنائي كامل لم يكن توقيته متوقعا طبعا بحسب ما جاء في الصحافة، يحمل اسم كلها يومين. أي والله كلها يومين، كلها يومين. كاميرا العربية أو صباح العربية تحديدا مع سهى الوعل زارت طلال سلامة وصارت دردشة بينهم، نعرفه ونتعرف عليه اكثر، نسمع ونشوفكم بكرة. باشر ان شاء الله، باشر في امان الكريم. يلا استمتعوا مع طلال، احب هالانسان. كلها يومين والطيب الجروح، كلها دمعه على خدي وتروح، ما هو اول جرح منك لو نويت تحكي وابوح. مشاهدينا دائما في اسماء نحن في حاله شوق مستمره لها، طلال سلامه من النجوم اللي دائما ننتظرهم يطلوا باغنيه، بالبوم، في لقاء، الجمهور دائما في حاله حب مع طلال سلامه، سياسه مختلفه وجديده مع طلال سلامه، جدا معجبين فيها. هو ضيفنا اليوم استاذ طلال، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا بك وبمشاهدين العربيه الكرام، وانا سعيد بلقائي بكم اليوم. نحن جدا سعيدين، اول شيء الف الف مبروك على البوم كلها يومين. الله يبارك فيك. ومفاجاه اجمل من الجميله، متى قررتوا انه خلاص ينزل في هذا الوقت وليش الان؟ والله هو ده سؤال صعب، وكانت هي تخطيط طبعا الاداري من ادارتنا المكرمه والشركه، اداره الشركه هم كان عندهم الخطه الانتاجيه، بدات في بدايه الجائحه ان شاء الله يعديها على خير. وخلصنا تقريبا من أكثر من شهر، وتم تعيين التاريخ من قبلهم، والحمد لله نزل، والحمد لله على الأصداء اللي الأكثر من جميلة ما شاء الله. شفناك قديش متأثر، يعني أنت مو بس عفوي على صفحتك، عفوي وعاطفي للغاية، يعني على صفحتك في تويتر خاصة في عاطفة كبيرة كذا غمرتك من بعد إطلاق الألبوم، عبرت عنها بطريقة جدا مؤثرة. أيوة أول مرة أشوفك كمان تحكي بهذه الطريقة مع الناس، أقول لي إيش كان إحساسك؟ إجاباتي أو تصريحاتي كانت يعني نبع من قلبي بالفعل، لما رأيته من ردود فعل جدا صادقة من قبلهم، هو يعني كانوا متفاعلين معي وكانوا صادقين وكانت مشاعرهم فائضة وبالفعل أثرت فيها، وكنت اعاني كل حرف، يعني حتى لما قلت انه دمعت عيني بالفعل كان بكيت مش بكيت، يعني بالفعل انه يعني فرح زي ما عشان دازع لهم. وبعد فعلا كان عندي لقاء شغلني عن الكومنتات، هذه بعض التصريحات اللي كانت موجوده في تويتر، الحمد لله على كل حال.
أكثر الناس اللي في الوسط الفني حسينا أنه وكأنه معجب تلقى خبر الألبوم بسعادة كبيرة وعبر بطريقة المعجبين مو بطريقة الزملاء، هي كانت نوال الكويتية. علاقة جميلة تجمعك في نوال، علاقة كذا مختلفة، يعني ما هي علاقة زملاء مهنة أكبر تتجاوز هذا الموضوع. احكي لنا عن علاقتك بنوال وهذا الشيء، المشهد الجميل اللي شفناه على السوشيال ميديا. نوال اختنا الفنانة الكبيرة نوال، قامة فنية ما يستهان بها، احساس عظيم. انا معجبين شخصيا بها من البدايات، ومن بداية ما نزلت الكويت كانت هي لسه في اوج يعني في اوج الظهور زي ما يقولوا، الى ان ما شاء الله بلغت المجد. هي تمتاز باحساس مرهف جدا وصادقة بمعنى الكلمة، ما من الناس اللي ما يعرف يتصنع ولا يلبس قناع ولا يعني يرتبوا كل شيء. تجمعنا بها صداقة أخوية وأخوة يعني عبر السنين، عشان أقدر أتكلم عنها يبغى لها برنامج كامل. حضرتك من الفنانين اللي كنت مقل في الظهور ومقل في التواصل، اليوم أنت بتتواصل بأريحية، يعني التواصل، لما شفت التواصل المباشر مع الجمهور وعشت هذه التجربة مستمتع فيها أو لا؟ وهل ندمت على السنوات اللي مضت ما كنت على تواصل مباشر معاهم؟ السنوات اللي فاتت كانت تختلف كثير، ما كان في هذا السوشيال ميديا اللي موجودة الآن وسهولة التواصل مع الجمهور ومحبينك بشكل مباشر، بساطة وتلقائية الجمهور وبسرعة تصل المعلومة. طبعا متعة. يهمنا نعرف إذا كان رح تعمل حفل افتراضي، حفل أونلاين لإطلاق الألبوم، حتغني الألبوم بشكل مباشر على صفحتك مثلا على الانستغرام، عندك خطة من هذا النوع؟ وعدتهم أنه أنا لسه عندي كم هائل من الأغاني لسه هنتجها مع الشركة إن شاء الله قريب، إن شاء الله إحنا في الطور. وعدتهم هم بأنه أتواصل معهم وأعمل لهم لقاء يعني مباشر أو ويطلبوا فيه الأغاني اللي يحبوها القديم والجديد. أيوة. فهم طبعا انبسطوا من الموضوع. يعني الألبوم الآن كلها يومين هذه تصبيرة، في شيء قادم جاي ممكن يكون ألبوم شيء أغاني. أيوة. يعني كثير، كم هائل خزين من زمان، وفي أشياء يعني ظهرت خلال هذه الفترة، وفي أشياء لسه تحت التنفيذ الآن، في مفاجآت قادمة. طب أنا عندي سؤال، يعني فضول بس، إنه الفترة الماضية يعني صراحة كان فترة طويلة أنت ما كنت فيها يعني تعطيهم أعمال بكثرة، يعني والآن قاعد توعدهم بأعمال كثيرة، إيش كان المانع أول؟ إنه تعطلنا في الإنتاج، يعني الإنتاجية وكذا، كانت في يعني ما كان في يعني ما كان في قناة تواصل مباشرة، تعطلنا في التنفيذ في الدعم، كله ساهم في انه اتاخر تطول فتره الغياب، كل شيء في وقته الحمد لله يتعوض يعني. طبعا. طيب اخر حاجه تحب تختم بها برساله للجمهور اليوم، هم مستمتعين بالالبوم الجديد، مترقبين بسعاده كمان الاعمال الجايه اللي وعدتهم فيها، شايفين كمان التواصل المباشر معك صار اسهل على صفحتك، يعني في حاله حلوه يعيشها جمهورك، لكن رساله تحب تقولها لهم لسه ما قلتها على حسابك في تويتر من خلال قناتكم العظيمة، إنه أنا بتواصل وبتتكلم عن جمهوري. جمهوري يعني واعي وجدا عاطفي وحبيب وقريب ويعني ما نعرف، ما أقدر أوصفه بالطفل، يعني له حس الفنان الأصيل، إنه هو عاطفة يعرف كيف يقدر المرأة، تصرف الطفل، تفكير الرجل، هم كل الحياة، هم كل الحياة. أقول لهم أنتم حياتنا وإحنا بدونكم ما نسوى شيء، وإن شاء الله دائما نرضيكم ودائما نكون عند حسن ظنكم إن شاء الله. إن شاء الله. يصير أسألك فيديو ولا لا في الأغاني الجاية؟ أسألني فيديو مع مطرب فنان فنانة، إنه بما يعني إنه الأعمال الجاية كثير، فيديو إن شاء الله فيديو، بس أنا ما أفضل إنه أصرح بالاسم، خليه مفاجأة ليكم كلكم يعني. إن شاء الله. شكرا لك، نورتنا وألف مبروك. شكرا ليك لاهتمامك، شكرا للمشاهدين العربية ولكل الأخوان اللي معانا، الكادر اللي في التصوير تعبناكم، وإن شاء الله نلتقي مرار وتكرار سنين عديدة وعوام مديدة بخير وعافية وسلامة إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك. شكرا. Emily Cooper. Bonjour. I've got a
La femme parisienne, d'accord. مبروك ترشيح مسلسل إيميلي إن باريس لجائزة جلوبال جلوبز لهذا العام. Le rôle était écrit pour une femme de 35 ans. Donc c'était pas moi. Merci Philippine. Merci Laïs. Shukran Laïs. Très bien.